بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول مقدمة عن دورة CSS. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن CSS بكل تفاصيلها، بس هنبدأ بالإصدار القديم للإصدار الحديث عشان نقدر نعرف أساسيات CSS ونقدر نعرف إيه الإضافات الجديدة عليها زي ما عملنا في دورة HTML. نعرف الأساسيات بعد كده نعرف الحاجات الحديثة. هنتكلم عن CSS. يعني ايه CSS؟ هي اختصار لجملة Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet. طيب بتعمل ايه CSS؟ هي فكرتها ان احنا عملنا او تعلمنا في HTML وعرفنا ان التاج اللي احنا بنحطها هي بتبني هيكل الموقع، لكن في CSS احنا بنلون الهيكل ده ونديله الشكل المناسب عشان يكون موقع الكتروني مقبول من ناحية الانترفيس، واجهة المستخدم. فبالتالي ال CSS فكرتها ان بتقوم بعمليات التلوين وضبط الهيكلة بشكل اكبر مع صنع اشكال متعددة ودمجها في صفحة الموقع. كمان بيبقى فيها بعض حركات الانيميشن دي في الاصدار الحديث اللي هنتعرف عليه في دورة منفصلة، بحيث نقدر نفرق ما بين الاساسيات وما بين الانيميشن وعمليات التحرك في CSS. فاحنا باذن الله عز وجل هنبدأ نكون مع بعض في دورة مخصصة لاساسيات CSS مع دورة اخرى لما هو تم اضافته في CSS version 3. بداية في تاج قبل ما نبدأ في الدورة لازم نتعرف عليه. التاج ده فكرته ان احنا بننشئ فايل خاص بكود CSS بنربطه عشان يتم دمجه مع صفحة HTML، بيكون عن طريق link tag. نيجي نكتب link tag، بعد كده نحطه الاتريبيوت real. في الاتريبيوت بيكون في value اسمها style شيت عشان نعرف نوع الملف اللي احنا بنربطه. بعد كده بنيجي نحط ريف تاج عشان نحط الباص بتاع الملف، اما عن طريق موقع او رابط الكتروني او على الملفات الخاصة بموقعك بنحط مسار الملف من ناحية الملفات. فانا هنشئ ملف هسميه style.css. برضو ممكن نيجي نكتب كود CSS داخل الHTML العادي جدا عن طريق التاج ستايل. التاج ستايل نفس اللي بيتكتب جوه الملف هو اللي بيتكتب، لكن الفرق في الموضوع ان احنا هنا بنفصل الملف عن الكود بتاع الHTML عشان يبقى الشغل منظم. فدي يعني بداية الفكرة. شوفكم في اول درس ان شاء الله عز وجل مع دروس CSS. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.